السلام عليكم. يوم علمي دسم. أنا عارفة أنه يعني إحنا آخر اليوم، بس إن شاء الله تكون محاضرة خفيفة وبراكتيكال وختامها مسك إن شاء الله. أنا دايماً بقول أن أنا هنا مش بحس أن أنا ضيفة، أنا بحس أن أنا في بيتي وبستنى المؤتمر من سنة سنة، حتى لو أنا مش موجودة ببقى معاكم أونلاين. وبفخر ان انا اقول ان انا من والدي ووالدتي من بورسعيد. انا مش بروح كتير، بس يعني حاجه من ريحه الحبايب يعني. النهارده هنتكلم استاذن حضراتكم الصوت ورا. احنا النهارده هنتكلم على حالات بنشوفها كتير في العيادة. احنا كان لينا محاضرة مع بعض قبل كده وكنا بنتكلم على نيوروكيوتينيوس ليجنز. هنشوف النهاردة البناين ليجنز معظمها ترانزينت على هيئة سيناريوز، وعلشان يبقى انتر اكتف هنتناقش مع بعض، و دكتور محسن هيدي جوائز بعد المحاضرة للي هيجاوب. أول حالة، أنا الحقيقة مش بحب يعني أحط صور العيانين بوشهم ولا بأساميهم، فأنا هرمز للحالات بإم وآر وإن. هنفترض إنه محمد، نص الشعب المصري اسمه محمد. أول بيبي عندنا 3 day old male. يمكن حاجة ملهاش دعوة قوي بالمحاضرة، بس الحقيقة بتأثر فيها قوي وإحنا بنمتحن الطلبة. أقول 3 days old ولا 3 years old، ولا اقول single ولا جمع؟ لما اكون هتكلم واقول على male وفي slash هقول 3 day old. اوكي، هنشوف مثال تاني لما امتى احط الاس. ده بيبي جاي لي، مامته جايباه عند عمر 3 ايام. هستعير من المحاضره اللي قبل كده، انا عايزه نتعلم نوصف السكين ليجن. يعني اللي انا شايفاه ده ايه؟ طيب احنا تقسيمه كنا بنقسم، هل ده فلات سيركمسكرايب ليجن؟ اوكي، والفلات ده حاجه من الاثنين، يا ماكيول يا باتش، على حسب السايز، اقل من نص سنتي او سنتي. هو في اختلاف الجلديه، ساعات بيقولوا سنتي، احنا في الاطفال بنقول نص. اقل ولا اكتر؟ على حسب الكالر، هنشوفها مش موضوعنا النهارده. طيب لا، ده فلويد فيلد، يا فيزيكلز يا بولي. فيزيكلو بولس، اقل من نص سنتي فيزيكلز واكتر بولس. طيب لا، ده اليفيتد وسيركمسكرايب، بيبقى بابيولو نودولر. اوكي، اخر حاجه لا هو سيركمسكرايب ولا فلويد فيلد ولا اليفيتد. طب هل هو ريد؟ في سكيلز، لو في سكيلز يبقى درماتيتيز لايك، وهنشوف زي الاكثيوزز مثلا. لو ما فيهوش سكيلز هنبقى في الكاتيجوري بتاعت التلانجكتيزيا. لا في سكيلز ولا ريد ولا فلات ولا حاجه، يبقى ده سكورز. في تقسيمه ثانيه بيقسموها في الجلديه، برايمري وسكندري. يعني الليجن اول ما ظهر عندي كان ايه؟ قلنا ماكيول باتش، بابيول، نوديول، ولا فيزيكلو بولي او ويل. سكندري يعني بعد كده حصل له ايه؟ تحول لايه؟ سكيلز ولا باستيولز، كراست، السر، فيشر، سكار اند اكسكوريشن. دي السكندري ليش. يبقى لما نيجي نوصف البيبي بتاعنا النهارده، محمد جاي لنا بهيستوري، ده عباره عن وايت تو يلو، بابيولز اند باستيولز، وتحتيها اريثيماتس بيز، ودي مهمه جدا جدا جدا. موجوده فين؟ على الترنك والفيس والاكستريمتيز. البيبي ده نورمال فاجينال ديليفري فول تير، المذر هيلثي 30 years old، ما كانش فيه اي ميديكيشنز ولا اي مشاكل during pregnancy. وده شكل الترنك بتاعه. انا بس لازم اقول كورسين البيكتشرز دي، السوسايتي اوف درماتولوجي والامريكان اكاديمي اوف درماتولوجي انا اخدهم منها. طيب بناء على الهيستوري ده، هل اللي احنا شفنا ده congenital candidiasis، erythema toxicum neonatorum، herpes simplex، وستاف
امبيتايجو. اشمعنى الاربعه دول؟ هو ده الديفرنشال دايجنوزس بتاع الليجنز اللي احنا شفناه. هي فعلا زي ما حضراتكم كلكم قلتوا دي اريثيما توكسيكم نيوناتور. طب ليه الكانديدايزس الكونجنيتال كانديدايزس بيبقى فيها باستيولز وايروجن والتيشو بيبقى بيفي او سالمون بينك ابييرنس والبيبي بقى انويل انهيلثي. اوكي الهربس وده هنشوفه بعد كده بنلاقي كلاسترز يعني بوتش كده فيها فيزيكلز وكراستيشن دي الكونجنيتال هربس سيمبلكس. هنا في الامبيتايجو بنسميها فلاسيد بولي. يعني ايه فلاسيد؟ يعني فرقعت فيزيكلز اند بولي فلاسيد سكندري لي بول امبيتايجو سكندري لي سيف انفكشن. هنا بقت pustules, well-developed pustular lesion, DSTF, impetigo. طبعا ده مش الليجن اللي عندنا. ده شكل الليجن اللي عندنا اللي احنا شفناه الارثيما توكسيكم. ودي عادة بتيجي في الفول تيرم least commonly في البري تيرم and low birth weight. بتبين عند 24-48 ساعة مجرد ما الام بتخرج تلاقيها بتكلمك تاني يوم تقول البيبي طلع طفح في جلده وتلاقي الموبايل مليان صور بقى. بتبان زي ما قلنا على الترانك والاكستريميتيز never البالمز اند سولز افكتد. وعشان نفرقها مع الكانديدايزز البيبي از هيلثي. التشخيص كلينيكال انا بشخصها كلينيكال مش لازم اخد اعمل سمير ولا حاجه لكن لو انا شاكك اني في حاجه تانية باخد سواب اتاكد ان ما فيش بكتيريا it should be negative. لو البريزنتيشن اتيبيكال او البيبي مش بيتحسن مفروض ان ده سيلف ليميتنج كونديشن ساعتها لازم اعمل سمير اند سويب. انا مش محتاج اي تريتمنت و it usually resolves in 5-7 days. very rare انها ترجع لي تاني ممكن تزيد وتقل during the whole course. اوكي ده اول حاله سيمبل وستريت فورورد. طيب هنشوف احمد. احمد جاي بالليجن ده من اول ما اتولد عندي في راش على الترانك والاكستريميتيز والفيس زي ما احنا شايفين. انا لو وصفت الراش ده هقول ان في هنا باستيول باينه وفي هنا هايبر بيجمنتد ماكيولز وسكيلز بس انا مش شايفه الريتيما ودي الكلو اللي هيقول لي اللي هيفرقني ما بينها وبين النكست كونديشن. بيبي ده هيلثي فول تيرم سيزيريان سكشن الام افريكان هيلثي 27 years old ما عندهاش اي هيستوري اوف ميديكيشن. لو بصينا الراش دي من قريب شايفين ادي الباستيولز على الفيس والنك وهنا شويه في سكيلز كده. طيب الشكل ده تفتكروا مين فيهم كانديدايزز اريثيما توكسيكم transient neonatal pustular melanosis ولا acro C بالظبط. C ليه؟ هنقول مع بعض الاريثيما توكسيكم احنا لسه قايلينها لازم يبقى اريثيماتس بيز من اسمها ليها بيز احمر. الكانديدايزز unhealthy شايفين well defined lesion red pink او salmon pink lesion in an unhealthy baby. لكن ودي الاكرو باستيلوزيس بتبان في الاكستريميتيز وبيبقى فيها ايتشنج عنيف وباستيولز. طب امال ايه هي اللي احنا يعني ايه ترانزيانت نيونيتال باستيولر مينالوزيس؟ دي بناين كونديشن اجين سيلف ليميتنج تحصل في الهيلثي نيوبورنز وغالبا في الافريكان مش الكوكيجين less common في الكوكيجين. وزي ما قلنا الكلو فيها ان ما فيش اريثيما وفي معاها pigmented macules located في الفورهيد اند chin اند trunk. تاني الدايجنوزس كلينيكال احنا very rare في الترانزيان conditions دي ان احنا بنحتاج نعمل سمير او نعمل هيستوباثولوجي ولو عملناها تاني لازم نتاكد ان الكالتشر نيجاتيف وهنا هتبقى فيها نيوتروفيلز مش زي الاريثيما توكسيكم كان فيها ايزينوفيلز. طيب السؤال الثاني هل نقول الاب او الام اللي جايه 7 days course of antibiotic extensive work up to rule out sepsis topical steroid doesn't need anything. طبعا اللي كلنا
بنشوفه أي حد شاكك إيه يدي بقى كوكتيل أنتي بيوتك على أنتي فونجل على كينا كومب على كوكتيل كده أو يخبط يعالج أي حاجة في أي حاجة كل ال فطبعا أنا مش محتاج أي treatment لأن condition دي self-limiting هتاخد a couple of days ممكن بس تسيب لي hyperpigmentation for 3 to 6 months. Okay. الكيس التالتة بنت سميناها بقى رانيا دي بنت عندها 10 أيام الأم بتقول إنها جيالي بالراش ده على ترانك والأم بتقول أنا شك إن أنا بنتي عندها كاو ميلك بروتين ألرج هي شخص هو في موضة كل الناس وجروبات على الفيسبوك بكل أي عرض تلاقي أمهات تنصح لا ده عنده حساسية من اللبن برغم الأم دي 37 ويكرز نورمال بريجنسي فاجينال ديليفري الأم كان عندها هيستوري في أزمة وعلشان كده بدأت تفكر في الألرجي ده شكل الليجن اللي عندنا بتشوفوا الليجن ده في إيه بقى سويت راش إحنا بنسميه سويت راش أو ملياريا أو سكين بريكس هيت بريكس أوكي كل ده بيحصل أم جاية في الاستقبال بنشوفها كتير لفة البيبي 30 فانيلا من تحت وبلوفر من فوق أصل وحتى جورنال مش عارفة تحت الفانيلا خايفة إن البيبي يبرد وطبعا بيدخل في حاجتين بيجيله السويت راش ده وكمان بيفقد حرارة ويجي لي ديهايدريشن فيفر وممكن يجي زي ما دكتور أحمد كان بيحكي على الهايبر ناتريمي ملياريا is a common condition بتحصل في 15 أنا بشوفها وهنشوف كذا نوع ليها يعني يمكن أكتر من 80% من الحالات postpartum بشوف الولاد في النيونيتال إيج عندهم الشكل اللي هوريه لكم هي بتتقسم لثلاث أنواع على حسب الليفل of blockage للسويت داغ إيه هم الثلاث أنواع بقى؟ طب قبل ما نشوف الثلاث أنواع دي إحنا هنقول للأم آه فعلاً رانيا عندها ملك ألرجي من فضلك خدي أمينو أسيد بيس فورمولا لأ دي سيلف ليميتد فيرال إنفكشن مش محتاجة أي علاج راش ده ديو تو سويت ريتنشن ولا إكزيما أن نيد توبيكال ستيرويد أند موستيرويد طبعاً زي ما اتفقنا إن المشكلة دي كلها في الحر والعرق فهقول لها أفويد أوفر هيتنج هيحسن الكونديشن دول الثلاث أنواع دي بقى اللي بنشوفها كتير الملاريا كريستالينا دي بنشوف كل لو بصيتي على أي بيبي لسه مولود هنلاقي سمول 1 to 2 مليمتر فيزيكلز فيها كلير فلود وسراوندينج الريثيما وده ليفل اوف اوبستراكشن سوبرفيشال اوكي دي ملاريا روبرو هي دي التيبيكال اللي بنقول عليها سويت راش سمول اريثيماتس بابيولز اند فيزيكلز الاوبستراكشن ا ليتل بيت ديبر دي تعتبر variant من الروبرو اسمها ملاريا باستيلوز بيحصل deep intra epithelial obstruction وابتدي يتكون مع الماكيول بابيول دي بيبقى فيه باستيول على erythematous base دايما الديستريبيوشن بتاعها بيجي الترنك والفورهيد اللي هو المكان الاوفر ريد والحل هقول للام خففي اللبس افتحي الشبابيك هوي الدنيا ممكن تشغل المروحه احنا بقينا جو خليجي شويه شغل المروحة أو التكييف على 25 مش موجه للبيبي وهو يحصل له disquamation spontaneously وتاني أنا بشخص clinically مش محتاج إن أنا أدي علاج أوكي دي الحالة الثالثة الحالة الرابعة ده حسن جاي لي وهو عنده عمره شهر الأم بتحكي إن بدأ يبان راش راش ده شكله في السكالب والريترو أوربيتال والفور هيد هنوصفه نقول عليه إيه أوكي الراش ده اللي إحنا شايفينه هل ده إنفلاماتوري بابيولز وباسيول طيب إريثيماتس بليكس أند جريزي سكيلز بالظبط كده لانه كمان مش ويل ديفايند بليك وذ ثيك انا كل واحد من دول بيوصف لي ليجن هقوله لكم كل واحد ادي الانفلاماتوري بابيولز اند باسيول اللي بتيجي فيه
التي اريا بنسميها نيونيتال اكني او نيونيتال ترانزيانت باستيلوزيس، دي بتيجي في التي زون وبيبقى معاها كوميدونز اللي هي الوايت كوميدونز زي الاكني بالظبط. اللي احنا شايفينها دي اللي هي سيبريك درماتيتس عبارة عن إريثيماتس بلاك وغريسي سكيلز. أمال أوريكو السورايسس دي نيونيتال أكني، دي شكل نيونيتال أكني أو الترانزيانت باستيلوزيس. أوكي دي ده بيبي من عندي في العيادة كان جاي بالويل ديفايند بلاكس دي ومعها أدهرنت سكيلز والنابكن أريا بتاعته كان سالمون بينك فايري ريد. الشكل ده اللي بعديه ده ايه تفتكروا؟ ده الكلاستر اوف فيزيكلز اند باستيول وفيها كراستنج، ده الهربس سيمبلكس وهنتكلم عليه بالتفصيل. اخر واحد خالص اللي هو اكثيوزيس، احنا قلنا فيه ريدنس ومعاها سكيلز اللي هي كومن فيتشر الاكتيوزس، والناس اللي بتذاكر الدكتوراه اللي هو انفانتايل ريفسم او الزلويجر سبيكتروم. اوكي دول اللي بيدخلوا معايا في الديفرنشال دياجنوزس اوف سيبوريك درماتيتس. طيب البيبي ده سوري يحصل برزنتيشن زي ما اتفقنا من 3 اسابيع لعمر سنه، عادة commonly في الـ children بعد سنة بيبقى less common. characteristic erythema وskills وsalmon colored oval patches وزي ما الدكتور تفضل وقال اسمها cradle cap. ناس كتير قوي بتيجي بالكاب دي فوق الـ anterior fontanelle، وحتى جداتنا كان يقولوا لها ايه اعمليها بزيت زيتون، وده فعلا الحل. مفيش unknown etiology لكن في association أو incriminated يعني الملاثيزيا فرفر اللي هي some yeast. ده شكل السالمون بينك well demarcated lesion. okay. وده فعلا بنشوفه بالشكل ده بالزبط. البروغنوزيس it is self-resolved condition sometimes بنحتاج له علاج. لو أنا هدي زي ما قلنا هنستخدم بنصح الأم أنها تحط زينك بيبي أوليف سودو كريم واتيفر. لو في كرادل كاب ممكن نحط زيت زيتون. لو بوتنسي استيرويد مش بحب ألجأ لها. أنتي فانجل لو الكونديشن ريزيستنس عشان ببقى سسبكتنج إن في سكندري انفكشن. في دلوقتي شامبوهات كتير بدون أسماء يعني للدعاية بتستخدم في الكرادل كاب بالذات وبيجيب نتيجة، بتتحط بالليل وبتتغسل الصبح. الحقيقة ما فيش رول أبداً للساليسيليك أسيد ومش بنحبه في الأطفال هنا علشان بيحصله سيستيميك أبزوربش. أوكي عدتوا ولا كمل؟ في حالتين. طيب نور ده 2 weeks old male. أوكي جاي مع الأم عنده بليسترز على الدايبر أريا وعلى الليك. كان مولود فاجينال ديليفري، ده شكل الليجن. اوكي هنا اهو كده. طيب اقول الاجابه مع السؤال، هل ده ادينوفيروس ولا هيربس سيمبلكس؟ دي الديفرنشال دايجنوزس بتاع الليجن اللي احنا شفناه، ادينوفيروس هيربس سيمبلكس انكونتيننشيا بيجمنتاي لانجر هانس سيل هيستيوسايتوزس وترانزيان نيونيتال باستيلر ميلانوزس. تحبوا نشرح واحنا بندي الاختيارات نشرح؟ طيب الادينوفيروس ده بيبي نيونيت بيجي بريسبيراتوري ديستريس اساسا، والسكين مانيفيستاشن نون سبيسيفيك ماكيلو بابيلر ريش. اوكي ما بيجيش خالص بالشكل ده. اللي احنا شايفينه ده هيربس سيمبلكس، وهقول لكم ايه الانواع، التلات انواع اللي بيجي عندنا في النيونيت. incontinentia pigmentae هوريها لكم هنا. incontinentia pigmentae دي one of the neurocutaneous اللي بتيجي ب erythematous vascular rash. الخطوط دي احنا بنسميها plaskus line،
الديستريبيوشن بتاع الراش دي هي ليها كذا ستيج على فكرة. الديستريبيوشن بيبتدي اللي هو ريتيميتس وبينتهي بهايبر بيجمنتيشن على اللاينز اوف بلاسكو، وكمان بيبقى معاها نيورولوجيكال مانيفيستيشن. فدي مش شكل الكلاسترز اللي احنا بنبص عليها. دي اللانجر هان سيل هيستيوسايتوزس، اجين دي ترانزينت كونديشن، بيبقى فيه ريدش براون بابيولز اند بابيولو فيزيكلز. اوكي، ده شكل الهربس سيمبلكس. الهربس سيمبلكس لما بيجي لوكالايز اسمه سيم او اس اي ام، اللي هو سكين اي اند ماوث. فالسكين بيجي بالكلاسترز دي، اوكي، بتبقى هايلي بينفول، وبيجي في الاي اند ماوث هربتيك ايربشن زي اللي بتيجي في الادل بالظبط. الحقيقه انا المفروض لو عندي هاي اندكس اوف سسبشن للهربس سيمبلكس لازم ابتدي، وده المفروض ده سؤال بس انا يعني ما اقدرش اشوف الشكل ده وبعديه الشكل ده واسكت، لازم ابتدي ايرلي بارنترال اسايكلوفير. ليه؟ لان لو الكونديشن بروجريست تو سي ان اس انفولفمنت او ديسيمينيتد ديزيز مالتي اورجان انفولفمنت، خلاص المورتاليتي 80%. فلازم ابتدي parenteral acyclovir as soon as possible. طيب زي ما قلنا انه هوريكم هنا التشخيص. الحقيقه احنا كلنا بقينا اكسبيرينس بقى في الفيرال انفكشن، لا بي سي ار، لا رابيد انتيجين تيست. احنا في المحضن بنعمل سي اس اف، والحقيقه ان الوزاره من ضمن البانل اوف سكريننج بتعمل هيربس سيمبلكس بي سي ار. بس لازم كلنا ناخد بالنا لو نيجاتيف كلتشر داز نوت اكسكلود ان العيان ده عنده هيربس. لانه لو انا طبعا عندي بيبي كلينيكالي مانيفستنج، وزي ما شفنا في السي ان اس هو دايما بياخد التمبرال لوبس، عنده ريسبيراتوري ديستريس وعنده كلاسترز وعنده كمان كونفولجنز وسي ار بي نيجاتيف، هيكون ايه؟ وبعدين احنا بندخل على برود سبيكترم، تلاقي الولد جاي فانكو ميرونام اميكين، اولى ان انا ادخل اسايكلوفير حتى لو البي سي ار. طبعا لو البي سي ار بوزيتيف يبقى انا هكمل 21 يوم، دي ما فيهاش نقاش. لكن لو نيجاتيف داز نوت اكسكلود نيونيتال هربس سيمبلكس انفولفمنت. طيب طيب انا خلاص قلت ان هو هربس سيمبلكس، انا جاوبت السؤال ده، هدي له اورال كيفالكسين واروحه بارنترال اسايكلوفير ولا سبورتيف كير ولا توبيكال انتي فايرال؟ ناس كتير بتدي الزوفيراكس كريم وخلاص، انا ما عنديش حاجه. الحقيقه كانديدا فاكسين، وانا اتعمدت اقول ده بالذات لانه انا من كام من فتره كده جالي حد بيسالني بروشيتا كانديدا فاكسين، فقعدت اقول يعني هو ده حد كاتب غلط ولا ايه بالظبط؟ وكلمت زمايلي في روماتولوجي، في ناس كانوا عارفين وناس مش عارفين. طلع ان الكانديدا فاكسين ده بيستخدموه زي البي سي جي، بيستخدموه كاميون موديوليشن، توبيكال اميون ريسبونس موديفاير، بيستخدموه في حالات الهيومن بابيلوما او الورس، يعني جينيتال وورس وسام كيسز اوف كانسر. اللي جاوبني يعني ايه كانديدا فاكسين ده كانوا بتوع الدرماتولوجي الجلديه. طبعا يبقى اورال انتي بايوتيك از ويل نوت بي افكتيف في الحاله دي بالذات لانها فايرال انفكشن، واورال انتي فايرال نوت انف، توبيكال انتي فايرال نوت انف. لكن الحل دلوقتي بارنترال اسايكلوفير لو انا شخصته وفور 21 دايز عشان امنع سي ان اس او ديسيمينيتد انفكشن. البروجنوزس لو انا شخصته بدري وبدات العلاج بدري this is critical. زي ما اتفقنا الـ untreated cases توصل للمورتاليتي لـ 80%. لو الأم عندها history إن هي عندها herpes simplex هو بيبقى type 1 ولا 2؟ لو هو مولود vaginal واخده من الأم 2. لو هي عندها فعلا لازم أمونيتور البيبي ده for evidence for infection for the first 6 weeks of life. تجميع اللي احنا قلناه والكي بوينتس لتشخين كل واحده فيهم، الترانزنت بناين راشز قلنا اريثيما توكسيكا نيوناتورم، من كلمه اريثيما تبقى اريثيما، هم كلهم ترانزنت كلهم بناين،
وكلهم سيلف ليميتنج بس لازم ابقى عارف انا بتعامل مع ايه. الاريثيما توكسيكم الاريثيماتس ليجن البناين كيفاليك باستيلوزس او النيونيتال اكني دي بيبقى فيها انفلاماتوري بابيوز والكوميدونز وايت شبه الوايت كوميدونز على الفور هيد بنسميها تي زون. الترانزيت نيونيتال باستيلوزس ميلانوزس من اسمها تاني فيها باستيولز وفيها هايبر بيجمنتيشن ومش بتيجي less often على البالمز والسولز. الملاريا اللي هي السويت راش احنا بتكلم عن روبرا بتبقى فيزيكس ومعاها اريثيما. الكريستالينا اللي هي على المناخير دي بتقعد 2 to 3 days وبتأشر. السبريك درماتيتس كاركترستيك اللي على السكال والفور هيد وال بنسميها فلكشرال اريا او الانتر فيجنس اريا اللي هي اماكن اللي فيها احتجاج. اخر واحده نيونيتال هيربس سمبلكس وقلنا كلاسترز معاها اريثيما ممكن يبقى معاها اي وماوث انفولفمنت ولازم ايرلي اند جود دايجنوزس تو بريفنت المورتاليتي. اوكي دي الريفرنسز اللي احنا استخدمناها واحب انتهزها فرصه واعزمكم على الوركشوب بتاعتنا. احنا مؤتمرنا الاسبوع الجاي الوركشوب يوم الثلاث في مستشفى الاطفال كولينج اند ثيرابيوتيك هايبوثيرميا والمؤتمر ان شاء الله الخميس والجمعه تشرفونا في كونكورس سلام. ميرسي ليكم وشكرا. شكرا جدا دكتوره استاذه دكتوره رانيا الفراش محاضره جميله وفيري براكتيكال وبنشوف كلنا الحالات دي كل يوم. انا عارفه ان احنا شورت اوف تايم فممكن بس ممكن انا اسال سؤال صغير كده كونجنتال فيتيلايكو حضرتك بتشوفي حالات فيتيلايكو في النيونيت عشان كان في دايلما كبيره والمسحه الضوئيه ومدى يعني حضرتك هو احنا عندنا في ليجنز بنقسمها هايبر بيجمنتد وهايبو بيجمنتد. طبعا بتخش في الديفرنشال دايجنوزز الفيتيلايجو بس الموست كومن هي البوست سكارينج هايبو بيجمنتيشن بمعنى طفل عندي في المحضن وملزوق له بلاستر او على السنترال لاين. طبعا كلنا مش بنحط البلاستر اللي هو الشفاف لا البلاستر عادي فلما بيشيل طبعا من السكين بيجي لي مشوه بقى تلاقي ايه بوطش بيضه هنا وهنا دي الكومن يعني what's common is common. فبنشوف الهايبو بيجمنتيشن بوست سكارينج. الفيتيلايجو ممكن طبعا يجي في النيونيت بس it's a very rare condition لازم اخد بوست فاميلي هيستوري ونعمل لها رايت سكان سليت لام ساعات نشوف يعني في الحالات دي. انا رايي ان احنا لازم نرجع لزمايلنا في الجلديه. احنا يعني كل واحد ليه حدود في اختصاصه. اول عيان بيجي لي صحيح بس انا لو انا في حاجه ريزيستنت او ريسبونسيف او حتى يعني البيبي اللي كان جاي بالسورايسز انا بقيت اقول هو ده سيبريك درماتيتس ولا سورايسز لان هيفرق في العلاج في البيبي ده بالذات. فساعتها عملت له ريفيرال للجلديه هم فعلا كونفيرمد سورايسز. مش عيب ان الواحد ياخد راي صحيح مالتي ديسيبلينيتي. تمام شكرا جدا دكتوره رانيا وانتهز الفرصه اشكر الدكتور محسن حقيقي مؤتمر ناجح علم و